يوم مهم جدا، يوم تاريخي، يوم يعد من افضل الايام على مستوى التاريخ بالنسبه لمن؟ بالنسبه لفؤاد انور الذي نشاهد اعتزال اليوم، اعتزال الاسطوره فؤاد انور. محمد نور يقول انا لست على ما يرام، انا لست على ما يرام، اعز الاصدقاء الاوفياء المحبين الاخوه يعتزلوا، انا لست داخل ارضيه الملعب.